هنروح مرة أخرى لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع مهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، ومنه الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. مستمرين مع حضراتكم مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. دور كبير جدا زي ما قلنا للدوله المصريه، ودور كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي ولجنه المباريات. واحد من ابناء النادي الاهلي، امين صندوق النادي الاهلي، المهندس خالد مرتجي. باشمهندس، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. يوم في حب مصر، يوم في حب النادي الاهلي، الصوره اكتملت بالصعود. الحمد لله رب العالمين. مبروك للشعب المصري، مبروك للجماهير العظيمه اللي جت النهارده. يا جماعه، الكوره بدون جماهير اكنها جنينه من غير ورد. الجمهور الاهلي النهارده عمل ملحمه، وجمهور الاهلي دايما ورا فرقته، وجمهور الاهلي هو السند وهو الـ 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 الدرع والسيف بتاع فرقتنا. فاتمنى ان شاء الله من المسؤولين، ولازم نشكر الامن ان هم كانوا معانا وقدروا ان احنا نبقى الاستاد على زي ما انت شايف كده اكتر يمكن من 50,000. واتمنى عوده الجماهير، لان عوده الجماهير بالنسبه للنادي الاهلي ده لعيب رقم واحد. وان شاء الله خير. مبروك مبروك للاهلاويه، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك للكابتن محمود الخطيب، وربنا يشفيه ويعافيه. كابتن خطيب، كابتن خطيب هو الخير والبركه، هو رمانة الميزان، هو الراجل المحترم اللي ما بتطلعش من ايه، من بقه العيبه، اللي ما بتطلعش من بقه العيبه. طبعا كده.